النهارده على التويت وانا بتفرج على الاحتفال الصبح، فكتبت افتخر اني مصري، حاجه تشرف. وبعد شويه قلت مبروك، فناس هزقتني ما تدخلش الدين في السياسه يا قسيس. مش عارف، الواحد مش قادر يقول للناس مبروك، يعني انا مش بتاع السياسه ندخلها في الدين، بس هقول كده من على المنبر مبروك لمصر النهارده. مبروك ليها فرحتها. بعد اي انتخابات في ناس هتبقى مبسوطه وناس هتبقى زعلانه، ده طبيعي. فبس المفروض الزعلان يفرح مع المبسوط، بالذات لو اللي زعلانين مش كتار قوي واللي مبسوطين كتار قوي. فيعني مره بقى نفرح كلنا مع بعض ونهني بعض. واللي جاي اهم، انا في رايي ان اللي جاي اهم. زي ما بنهني بعض اننا عندنا رئيس منتخب، وده بيسلم ده وبيسلموا على بعض من غير ما يضربوا، يعني فيها حاجه حضاريه جميله جدا، لكن قدامنا سكه طويله عايزين نمشيها، وقدامنا انتخابات اهم جايه هي انتخابات البرلمان. فلازم ناخد نفس عميق، نحتفل ونفرح ونصر وناخد نفس عميق عشان نكمل الرحله ديت لغايه لما نشوف بلادنا قد الدنيا. النهارده عيد تاني غير ده، النهارده عيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس، عيد العنصرة، ليه اسماء كتيرة قوي. فعيد مهم قوي في الكنيسة، زي ما ان القيامة احد القيامة يوم مهم جدا، قام المسيح من الاموات. العيد النهارده عيد مهم قوي، لما ارسل الابن موعد الاب، لما حل الروح القدس على الكنيسة، لما فتح هذا العهد الجديد اللي اتكلم عنه يوئيل يكون في آخر الأيام. هي دي بداية آخر الأيام، يوم الخمسين هو بداية آخر الأيام. في ناس فاكرة آخر الأيام لسه جاية، آخر الأيام ابتدت يوم الخمسين، يوم تحقق نبوة يوئيل يكون في آخر الأيام أني أسكب روحي على كل بشر. دي الحقيقة اللي ناس كتير قوي لسه مش فاهماها، إننا في العهد الجديد بموت المسيح، بقيامة المسيح، بصعود المسيح، هذه العطية، هذه الهبة التي كانت للخاصة، للأنبياء، لرؤساء الكهنة، للملك الممسوح فقط يحل الروح القدس عليه، يسكب الروح القدس عليه. هذه العطية الخاصة للخاصة صارت للكل، للكل. لما حل الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ وهم في العلية، ما نقاش ال 12 ناقصين واحد، لا، امتلأ الجميع من الروح القدس، وطفقوا كلهم يتكلمون بألسنة جديدة. في بيت كرنيليوس حل الروح القدس على كل الحاضرين. بنشوف المنظر ده في كل سفر أعمال الرسل، أن الروح القدس عطية الله الخاصة هي للجميع بدم المسيح، ليس للمتميزين وليس للقادة، لكن للكل، على العبيد والإماء، على الأبناء وعلى البنات. فيتنبأ بنوكم وبناتكم، بناتكم يتنبؤون بكلمة الله، يأخذون من الله ويتكلمون، يعلنون مجد الله. بنوكم وبناتكم يتنبؤون، شيوخكم وشبابكم يحلمون أحلاما ويرون رؤى. دي الحقيقة اللي الكنيسة فقدتها سنوات طويلة جدا، وأثرت فيها، وأثرت في قدرتها أنها تغير العالم اللي حواليه، لأن هذه العطية، هذه الهبة، هذه الموهبة الإلهية ظلت في عيون ناس كثيرين أنها للخاصة وليست لكل الناس. اسمحوا لي
أشارك معكم الرسالة دي اللي أنا كنت لسه بتكلم فيها يوم الجمعة اللي فاتت في هذه المناسبة، لأن النهاردة المناسبة الأهم ليها، لأن فيها سر نفسي كل واحد فينا يفهمه كويس قوي. في حقائق بتوه وسط السطور وإحنا بنقرأ الكتاب المقدس، عايزين نقف عندها ونفهمها بوضوح. في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، رسالة أب لابن، رسالة كوتش مدرب لأحسن لعيب عنده بمناسبة كأس العالم، وبيبعت وبيتكلم عن تيموثاوس بيقول ليس لي أحد آخر نظير نفسي زي تيموثاوس، ده مختلف وتميز. الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم، ناس كتير حتى في الإيمان عايشة روحها، فكر في روحها، تخدم نفسها، بتدور حوالين نفسها، عايزة تمجد نفسها، إلا تيموثاوس داود. الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم، لا ما هو ليسوع المسيح، إلا تيموثاوس داود. إلى هذا الابن النجيب، إلى هذا التلميذ المميز، كتب بولس رسالتين رائعتين. في الرسالة الثانية بيقول له كده في عدد 6، فلهذا السبب أذكرك، بفكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك. في موهبة ربنا ادها لك، بيتكلم عن موهبة الروح القدس، عن عطية الروح القدس، عن سكيب الروح القدس اللي في حياته، أن تضرم هذه الموهبة، أن تشعل هذه الموهبة، أن تسمح لهذه الجمرة الإلهية أن تتقد بالنار المقدسة اللي أعطيت ليك بوضع عدية، لما صليت لك وحطيت إيدي عليك وإنت خدت هذه الموهبة، أن تضرمها. وبعدين بيقول له الحقيقة دي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لو انت فهمت ده هيحصل الآتي، فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، لا هتتكسف بالإنجيل ولا هتتكسف بالناس اللي بتخدم الإنجيل، بالذات أنا وأنا محبوس ومحكوم عليا وكأني واحد من المجرمين، وجريمتي أني أنادي بالمسيح. فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك معي، مش موجودة معي في العربي، موجودة في الترجمات الأخرى، اشترك معي في احتمال المشقات. أنا بحتمل المشقات وانت اعمل كده كمان، اشترك معي، اشترك مع الآخرين الذين يخدمون الرب. اسمع ليك هذه الرسالة، لنشترك معا في احتمال المشقات لأجل الإنجيل، مش بس لأجل لقمة العيش، لأجل الإنجيل. أحتملها إزاي؟ أستحملها إزاي؟ بأني قدرة أقدر، بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، أي لحياة القداسة لا بمقتضى أعمالنا. هذه الدعوة، هذه العطية لا بمقتضى أعمالنا ولا بمقتضى استحقاقنا، بل بمقتضى القصد والنعمة. قصد الله أن يجمع كل شيء في ابنه، قصد الله أن الكل يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، قصد الله لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، بحسب القصد والنعمة. ده القصد الإلهي ودي العطية الإلهية، ربنا عايز كده واداك كده، عايز كده واداك كده. خلي بالك من الكلمتين دول، القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. ربنا عايز كده من الأول، مش دلوقتي، مش صعبنا عليه، مش بكينا فحن قلبه، هو عايز كده من قبل ما نصرخ أو نطلب. وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل الذي جعلت له أنا كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، من أجل القصد ده، من أجل خلاص الناس، من أجل تغيير العالم، أحتمل الأمور اللي أنا بعيشها. لكنني لست أخجل، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. اسمحوا لي ناخذ دقيقة نحن قلوبنا قدام الرب نصلي. انظر لكنيستك في هذا اليوم المقدس يا رب،
في هذه الذكرى العطرة، اليوم اللي فتحت السماء لتسكب روحك على كنيستك، على أولادك وبناتك، على الإماء والعبيد، على الشيوخ والشباب، على من لا يستحق. وانظر لبلادنا في هذا اليوم يا رب، وهي تعيد وتحتفل وعندها أماني وأمال وأحلام كبار أنها تخرج من كبوتها ومن ضيقها ومن ظلمتها. انظر إلينا يا رب، تكلم إلينا من فضلك، وأنر عيون أذهاننا لنفهم ونعي ونعيش، لنقبل ونستقبل نعمتك الإلهية. في شفاعة المسيح أجبنا، لك المجد والكرامة، آمين. هذه الموهبة، هذه العطية التي أعطيت لك، شركة الروح القدس، سكيب الروح القدس، الامتلاء من الروح القدس، أن تصير أنت هيكل لروح الله الساكن فيك. هذا الختم الإلهي اللي ختمك الرب به لتكون ملك لله، لتكون قدس لله. هذه العطية كاملة متكاملة، ما تاخدش حتة منها وتسيب حتة منها، مش هتقدر، مش هتقدر، مش هتقدر تحتمل المشقات من أجل الإنجيل. المشقات من أجل لقمة العيش أقل، أسهل بكتير قوي. مش هتقدر يا كنيسة تغير العالم وتؤثري في الجيل اللي بتعيشي بيه إلا لو أخذتي كل العطية، كل أبعادها، كل ما تعنيه، كل ما فيها، لتمكنك وتؤهلك للدور اللي ربنا دعاكي إليه. اضرم هذه الموهبة، أشعل هذه العطية، سيب هذه النيران الإلهية متقدة في قلبك نهارا وليلا، وكل ما الجمرة دي تطفي سيب ربنا ينفخ فيها. اضرم موهبة الله، ربنا ينفخ فيها، فالجمرة دي يحصل لها إيه؟ تشتعل من جديد. لن تتحول إلى رماد، لن تأكلك هذه النيران الإلهية. ده المنظر بتاع العليقة المتقدة بالنار ولا تحترق. أي نار تانية بتحرق الحاجة اللي هي مسكاها وتحولها إلى رماد وتنطفي، لكن النار الإلهية لا تحرق العليقة، النار الإلهية لا تحرق قلبي أبدا، بالعكس تحييه، تلمعه، تملأه ضياء. هذه العليقة تتوقد بالنار، قال أمين لأنظر هذا المنظر العظيم. هذه النيران تجعل الآخرين يقتربون إليك، يدنون منك ليروا هذا العمل الإلهي. لماذا لا تحترق العليقة؟ ليه مش مدخنة؟ ليه مش طالع منها دخان؟ نار من غير دخان، نار والورق عمال يخضر بدل ما يسود، بيزداد بريق وحياة وقوة رغم إنها نار، بسها نار إلهية. اضرم اضرم هذه النيران الإلهية التي فيك، ما تخافش، مش هتحرقك، مش هتحرقك. وبعدين بيقول له وكأني شايف جواك إحساس بالفشل، شايف جواك إحساس بالخوف. ليه يا تيموساوس؟ لماذا تسرب إلى قلبك هذه الفكرة، هذا الشعور، هذا الروح الانهزامي؟ الله لم يعطنا روح الفشل. في الترجمات كثيرة تانية اتكتبت روح the spirit of fear، روح الخوف. تبقى نفس الكلمة اليونانية، ممكن تبقى خوف وممكن تبقى فشل وممكن تبقى الخوف من الفشل. الخوف بيخليك تفشل، لأن الخوف بيخليك تنهزم، تقول مفيش فايدة، مش قادر، مش أنا، منفعش، فبتفشل، أو حاولت
حسيت انك فشلت. فبيقول له شايف جواك حاجة غريبة دخلت جواك، شايف روح غريبة تسربت إلى قلبك. لا يا تيموثاوس، الروح دي مش من الله، الله لم يعطنا روح الفشل. غريبة جدا أن ممكن تيموثاوس هذا المؤمن المنضبط وبيقول له كلام كتير قوي عنه هنا، الإيمان الذي سكن فيك وسكن في أمك والإخلاصك ووفائك، يعني صعب أن ده يحس بالفشل أو يحس بالخوف. مش ده مؤمن غلبان زي ممكن يحصل له كده، بس تيموثاوس لا. وكأن بولس بيقول لنا أي حد ممكن الروح دي تتسرب إليه. إليه وهو على جبل الكرمل بعد الانتصار العظيم، النار التي جاءت وأكلت المحرقة والشعب كله قال الرب هو الله، إيزابل هددته تهديد صغير قوي مش كده، خاف وطلب الموت لنفسه. مرات فجأة الخوف، الفشل، الرغبة في الانسحاب تملأ قلبك وتبقى عايز تنسحب. بولس بيبعت لتيموثاوس بيقول له اوعى اوعى، الله لم يعطنا روح الفشل. في حد فينا جواه مشاعر سلبية، احساس بخيبة الأمل، احساس مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر أكمل، مش نافع، زهقت، حاولت، خلاص، الله لم يعطنا روح فشل. إلى كل من تسرب إلى قلبه وإلى نفسه وإلى روحه هذه الروح الإنهزامية، الله لم يعطنا روح الفشل. عبر الثلاث سنين ونص اللي فاتوا ناس كتير في مصر قالت مفيش فايدة، صح؟ وناس كتير مشيت قالت مش نفع، مفيش فايدة، خلاص مفيش فايدة. لكن أفتكر ربنا ورانا إنه ما عندوش الكلمة دي خالص، ما عندوش الكلمة دي خالص. يخرج من الآكل أكلا، يخرج من الجاف حلاوة، يغير الأزمنة والأوقات كده هو. الله لم يعطنا روح الفشل. أمال إيه؟ امبارح بعد الوعظة دي قابلت أخت قالت لي، كانت حاضرة معنا، قالت لي الكومبو، أنت تكلمت عن الكومبو، عارفين لما بتروح تشتري دلوقتي في الماكدونالدز والحاجات دي فيقول لك كومبو، كومبو معناها تاخد الساندويتش والبطاطس والحاجة الساعة، صح؟ بدل ما تشتري سندوتش لوحده وبطاطس لوحدها والحاجة الساعة تطلع غالية، تاخدهم على بعض تطلع أرخص. فهي جابت اصطلاح كده اسمه الكومبو، أنا ما قلتوش بس هي مش عارف جابته منين، بس قلت فكرة كويسة قوي حكاية الكومبو ديت. بيتكلم هنا عن الكومبو، بيقول الله لم يعطنا روح الفشل لكن أعطانا بروحه بوعده بملئه ثلاث حاجات. اوعى تاخد واحدة وتسيب التانية أو التالتة، هتفشل هتفشل. الروح الذي أعطانا إياه الله هو روح القوة والمحبة والنصح. وبالعربي لو حبيت ألخص الثلاث كلمات ليهم معاني كتير قوي، وياما وعصت من زاوية وعانا اتكلمت عنه، أنا مش هتكلم بالمعنى اللي أنا تعودت أتكلم عنه، بتكلم في معنى تاني خالص النهاردة. روح القوة يعني القدرة الإمكانية، والمحبة يعني الرغبة، قادر وعايز، والنصح معناه وعارف أعملها إزاي. أي حاجة لو أنت ما تقدرش تعملها مش هتقدر تعملها، لو أنت مش عايز تعملها عمرك ما هتنجح أنك تعملها لأنك مش عايز. لو أنت قادر وعايز بس ما تعرفش تعملها برضو إيه؟
مش هتعملها. لو تعرف تعملها بس مش عايز تعملها مش هتعملها. لو تعرف تعملها بس ما تقدرش تعملها مش هتعملها. صح كده؟ الحاجة عشان تتحقق في حياتي أنا محتاج القدرة والرغبة والمعرفة، ومش محتاج ولا حاجة تانية. وبولس بيقول لتلميذه تيموثاوس في رسالة الإنجيل، في خدمة الله، في ملكوت الله، روح الله أعطانا القوة والمحبة، الدوافع المقدسة، النار والغيرة والرغبة الحقيقية أن نخدم الله، وأعطانا النصح أعملها إزاي. لذلك زي ما بيقول بولس لا نفشل في عمل الخير. في فيليبي بيقول لهم لا أخزى في شيء. نعم لا أخزى خالص خالص، بل في كل حين، كما في كل حين ليتعظم المسيح في جسدي سواء كان بحياة أم بموت. ربنا هيتعظم في أنا طالع نازل زي المنشار، واكل واكل، أنا طالع نازل، رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت. لا أخزى في شيء، بل في كل حين ليتعظم المسيح في جسدي. ليه؟ لأنه فهم السر ده، فهم السر ده. بيقول في كورنثوس كفايتنا ليست من أنفسنا، كفايتنا هي من الله الذي جعلنا كفاة لنكون خدام عهد جديد. كفايتنا ليست من أنفسنا، أنا ما عنديش حاجة، أنا ما عنديش حاجة، كأنه من نفسي، ما قال ولا أنا ما عنديش ولا حاجة. اوعى تفتكر، لسنا نتحدث بحكمة إنسانية بل ببرهان الروح والقوة، لكن نتكلم بحكمة بين الكاملين، الحكمة، السر الذي أعلنه الله لنا. فحتى الحكمة اللي عندنا دي مش بتاعتنا، مش ذكائنا، مش قرايتي، مش ذكائي ومش قرايتي، لكن دي الحكمة السماوية التي أعطيت لنا. عايزك النهاردة وانت بتسمع تستقبل من الله روح القوة، روح المحبة، روح النصح، عشان تشترك معنا، معه ومعنا في احتمال المشقات لأجل الإنجيل، لأجل الإنجيل. خليني أقف عند الثلاث كلمات دول، وقفات محددة من زوايا محددة. روح القوة، وابتدى بالقوة، لأني لو ما أقدرش أعمل حاجة مفيش فايدة، لازم يبقى عندي القدرة أني أعمل الحاجة دي. ودي الكلمات الأولى اللي قالها المسيح للتلاميذ لما تكلم عن الروح القدس. هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات. إحنا أهم حاجة عندنا هيحصل إيه بكرة؟ هيحصل إيه؟ مين جاي؟ مين هينتخب؟ طب هيحصل إيه بعدها؟ إحنا أهم حاجة عندنا الأزمنة والأوقات، وطول النهار بنسمع نبوات عن الأزمنة و الأوقات، وبعد 3 أشهر و15 يوم و3 ساعات مش عارف هيحصل إيه. بس مع كمية حاجة مهمة جدا عند الناس، الأزمنة والأوقات، مع أن المسيح ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، مش ده المهم. أمال إيه المهم؟ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس وتكونون لي شهودا. روح القوة، روح القوة، هو هنا بيقول له كده، اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر، قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. بيقول له أنا عالم أن لك قوة يسيرة. بيكلم الملاك يقول أنا عارف أنك ما تقدرش، بس ما تخافش من الحكايه دي، اوعى تخاف منها، اوعى تقلق بشأنها، لان روح الله هو روح القوه. ايه شهيره جدا بتتكلم عن الحقيقه ديت، من العهد القديم نوعظ عنها كتير قوي، من اشعياء
اصحاح 40 ومن اشعياء 41. بصوا معايا الايات اللي تعودنا دي نقولها لبعض ونشجع بيها بعض في ضوء الفهم اللي انا بقوله ده النهارده. لماذا تتكلم يا يعقوب؟ لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا اسرائيل؟ قد اختفت طريقي، طريقي يعني متعبي عن الرب، وفات حق الهي، يعني واتظلمت وانت سايبني كده، انت لا شايف متعبي ولا حاسس بالظلم اللي انا مظلوم بيه. ربنا بيرد وبيقول له: اما عرفت ام لم تسمع؟ اله الدهر، الرب خالق اطراف الارض، لا يكل ولا يعيا، وليس عن فهمه فحص. يعمل ايه بقى؟ يعطي المعيا قدره، ولعديم القوه يكسر شده. الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، منتظر الرب يجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يركضون ولا يمش ولا يتعبون، ويمشون ولا يعيون. 41:10: لا تخف اني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري، لان انا الرب الهك. 13: الممسك بيمينك القائل لا تخف انا أعينك. 14: لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك. هقف عند حتة واحدة بس منها جميلة قوي. يعطي المعيا قدرة. المعيا، عارفين المعيا؟ يعني فيص، اللي فيص كده يعني باللغة بتاعتنا دلوقتي، اللي فيص. فيصت؟ ولعديم القوة، اللي مفيش خالص، اللي البطارية بقت صفر، ديد، يكسر شدة. يعني ايه؟ يعني كل ما بيزداد ضعفي الطاقة والقدرة الإلهية المتاحة ليا تزيد، بحس المحصلة ما تبقاش زي ما هي. يعني مش لو أنا 5 ربنا يديني 5 فيبقى المجموع 10، لو أنا 2 ربنا يديني 8، لا لا. لو أنا 0 ربنا يديني كل قدرته يبقى المجموع مش 10، يبقى المجموع ما لا نهاية. مش ربنا بيعوض العجز في البطارية بتاعتي، المفروض انها 10، فلما تنقص ناقص 2 يحط 2، ناقص 3 يحط، لا 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 لا، مش كده خالص. لعديم القوة يكسر شدة، قد أينتك وأعنتك وعضدتك بيمين. ايه حكاية اليمين دي؟ ليه مش الشمال؟ ليه مش الشمال؟ لأن اليمين تعبير الايه؟ السلطان، القوة على الميمنة، قائم عن يمين الآب. ربنا ما عندوش لا يمين ولا شمال، صح؟ وما عندوش ايد يمين وما عندوش ايد شمال، لكن بيتكلم عن ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك، فبيتكلم عن يكسر شدة عنتك وعضدتك بيمين بري. معناه عندك إمكانية لا نهائية، لا نهائية. ليه كل ما ضعفي بيزيد كل ما الإمكانية الإلهية بتزيد؟ ليه؟ لأن طول ما أنا فيا حيل مش بتكل على ربنا قوي، بقول له ساعدني، بقول له إيه؟ ساعدني. بس أنا يعني بس أنا حاسس إن أنا أقدر أعمل حاجة، يعني أنا شايف إن أنا عندي حاجة يعني بس ناقصة شوية، يعني رب إيه؟ ساعدني. ولو ما ساعدتنيش هعملها يعني، بس مش هتطلع حلوه قوي، بس لو ساعدتني هتطلع احسن شويه، فساعدني عشان تطلع حلوه قوي، بس لو ما بعتليش يعني ها بقى يعني بقى يعني بقى ماشيه. دي مصيبه لما بكون عديم القوه خالص، مضطر استند عليه استناد كامل. ليس فينا قدره، بيقول الكتاب، ولسنا نعرف ماذا نفعل، لذلك نحوك اعيننا. ساعتها يكسر شدة. مين اللي شرح لنا الفكرة دي؟ بولس.
بولس لما أصيب بشوكة في الجسد وصلى ثلاث مرات أن يرفعه عنه، فربنا قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. قوتي تكمل، مش قوتك تكمل، مش هديك اللي ناقصك، مش هكمل عشرة، لا لا لا، قوتي في ضعفك تكمل. احنا مش بنرضى بضعفنا، احنا مش مبسوطين بعجزنا، احنا عايزين نبقى احنا اقوياء، فبقول رب خليني قوي. هو بيقول لي العكس، هو بيقول لي تقبل ضعفك، ترضى بضعفك. وده اللي بولس قاله، اسر بالضعفات والشتائم والضرورات للضيقات، لان حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي، لان في ضعفي تحل علي قوة المسيح. الحكاية دي بتلغي من فكرتنا حقيقة متعودنا نقولها كتير، وبسمعها كتير قوي في المشورة. ناس تيجي تقول لي بصي أسيس انا مش قادر. اقول يا حبيبي ما حدش يقدر، مش في ناس بتقدر ناس ما بتقدرش، بس انا ضعيف قوي يا أسيس. ما فيش حد قوي وحد ضعيف، في حد استقبل روح القوة وفي حد ما استقبلوش، في حد فتح الحنفية بتاعت القوة الإلهية فحلت عليه قوة الله، في حد ما فتحهاش. وتبقى مصيبة لو انت قوي، لأنك مش هتفتح الحنفية دي فحتظن أنك قوي، ولن تستطيع أن تثبت، ولن تستطيع أن تجاهد من أجل الإنجيل، ولن تستطيع أن تمجد الله. من أحسن الخدمات اللي أذكرها وعصتها وكان لها تأثير، كانت أكتر الأيام العيان تعبان ما فيهاش نفس خالص، مش عارف هقف على المنبر إزاي، مش عارف هركز إزاي، مش عارف هقول ايه وهقول ازاي. فكان علي اني اعتمد على ربنا 100%. دي اكتر مرات ربنا قدر يستخدمني. ضعفك مش عذر للفشل، ضعفك ممكن يكون سر للنصرة لو قبلته. ولو قلت مع بولس حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، تيموساوس الله لم يعطنا روح الفشل، الله أعطانا روح القوة. أنا أعينك، أنا أعينك، أيدتك وعضدتك بيمين بري، أنا هو الممسك بيمينك القائل لك لا تخف، أنا أعين. طب أنت عايز إيه تاني؟ أنت قول لي أنت عايز إيه تاني، قول لي أنت عايز إيه تاني. الله لم يعطنا روح الفشل، أعطانا روح القوة، والحاجة التانية أعطانا روح المحبة، روح المحبة. فتقدر تحب ربنا فتبقى عايز تمجده، وتحب الناس فعايز تخدمها. الحب يجعلك تريد، مش بس تريد، تريد بنية خالصة، تريد بدوافع مقدسة، تريد الخير، كل الخير للآخر، لا تريد ما هو لنفسك بل ما هو للآخر، لا تريد مجدك لكن تريد مجد الله وخلاص الآخرين. المحبة قدرة هائلة لأشواق مقدسة لله وللناس. كده في نشيد الأنشاد بيقول أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر،
إذا اديت ولادي مال الدنيا من غير حب، أبوهم بقى وأنا المسؤول عنهم، فحوكلهم أحسن أكل ولبسهم أحسن أكل وأوديهم أحسن مدارس وعلمهم أحسن تعليم وعمل لهم أحسن فرح، ويلا يطلعوا معقدين نفسيا ويطلعوا أتعس ناس ويخيبوا في حياته. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر. يعني أنا ممكن أدي من غير حب، بولس بيقولها في أنشودة كورنثوس، كورنثوس أولى 13، إن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق وليس لي محب. هو في ناس بتدفع وتتبرع وتضحي ليس بالحب، في ناس بتعمل كده. بتعمل كده ليه؟ واجب افتخار بر ذاتي. في آباء بيعملوا كده، في ناس بتعمل كده من أجل الوطن، من أجل الإنسانية، وليس لي محبة. لكنه أعطانا روح الحب، تحب ربنا، فقل له غيرة بيتك أكلتني، تعيرات معيريك وقعت علي، فحب الناس، وصلي من أجل الذين يسيئون إلي. وأقول لبولس، كنت مع بولس، كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من أجل إخوة أنسبائي حسب الجسد، اللي بيضطهدوني، اللي ماشيين ورايا في كل حتة، اللي في الآخر مسكوني وسلموني وجرجروني وطلبوا رأسي، إلى أن في يوم من الأيام الإمبراطور عمل كده. روح المحبة، محبة اللي تخلي جوايا غيرة مقدسة لله، مش غيرة مرة، مش بغير من الناس، مش بغير من الواقف على المنبر، مش بغير اللي بياخد الخدمة، مش بغير من اللي أحسن مني، مش بغير إن الظروف أفضل مني، مش بغير منه، بغير عليه، عليه. أم مريم علمت الكنيسة ومصر درس أتمنى ألا ننساه. عارفين أم مريم مش كده؟ اللي بنتها قتلت في الفرح اللي في الوراء، عندها 12 سنة، وهي نفسها أصيبت، ولما وائل الأبراشي استضافها في البرنامج بتاع العاشرة مساء قال لها القصاص القصاص. عارفين طبعا القصاص احنا. قالت له لا، أنا مش عايزاهم يموتوا، أنا عايزاهم يتوبوا، لو ماتوا قبل ما يتوبوا هيروحوا في حته وحشه قوي قوي، انا مش عايزاهم يروحوا في الحته دي، انا عارفه بنتي فين، هم ودوا بنتي السما، فانا مش زعلانه على بنتي، انا زعلانه عليهم. قال لها لو هم سامعينك مفروض يموتوا بغيظهم. قالت له مش عايزاهم يموتوا، هو عايزهم يموتوا بغيظهم، وهي مش عايزاهم يموتوا عشان بتحب اعداء، مش أعداء اللي بيبغضوها، اللي قتلوا بنتها واللي أصابوها هي نفسها. محدش يقدر يبقى عنده الحب ده من غير الروح القدس، محدش. المحبة دي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. الله أعطانا روح الحب، روح المحبة. بولس بيقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس، روح الله الذي فينا، هو روح الحب، هو يسكب في قلوبنا، هو يروي هذه القلوب بمحبة الله فتلين قلوبنا، قلوبنا المشققة تشرب من الحب الإلهي فترتوي وتفيض منها ينابيع ماء حية تروي عطش الآخرين الذين حولنا. فأعرف حب امرأتي زي ما هي كده، منكوشة منشوشة تخنت رفعت، أنا أحبها. أحب عيالي أشقية مش أشقية، متفوقين مش أحبهم. أحب أخواتي في الإيمان أيا كانوا بقى، متفقين معايا في العقيدة مش متفقين معايا في العقيدة، بيصلوا هم ركعين وموقفين بيرفعوا ايديهم كده ولا كده ولا كده ولا كده،
تفرش معايا وأحب أعدائي ومبغضية والذين يلعنونني. ما فعلته الكنيسة وهي تحب بلادها في هذه الأيام في رأيي أحدث تأثير بالغ العمق. أحد المعلقين إبراهيم عيسى وهو بيعلق على خطاب الرئيس عدلي منصور قبل تسليمه للسلطة وبيكلم عن أقباط مصر. إبراهيم عيسى قال مقطع كده كان نفسي يكون موجود النهاردة أحطه على الشاشة. شهادة رهيبة رهيبة. قال كتير قبل كده بس أول مرة يقول كل ده على بعضه ويقول جملة في الآخر ما قالهاش أبدا قبل كده. أولئك الذين ضحوا بحياتهم ومات منهم أكثر من 300,000 شخص لكي لا يتركوا إيمانهم. الحب هو اللي بيكسب في الآخر. الحب مش عبط، مش هبل، مش بلاهة. الحب أقوى من الكراهية بكثير. الحب تغلب بيه قلوب الناس ونفوس البشر. أعطانا روح المحبة نقدر نحب فتمتلئ قلوبنا غيرة مقدسة. غيرة المحبة قوية كالموت وغيرتها ولهيبها لهيب نار لا ضرب. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. الكنيسة عندما تمتلئ من الروح القدس تمتلئ بهذا الحب الإلهي اللي ما فيش حاجة تطفئ أبداً. تبقى في قلوبنا رغبة مقدسة أن نمجد الله وأن نربح العالم للمسيح وأن نغير حياة الناس للأفضل للأفضل. ما نفسكش، مش عايز، نفسك مسدودة أنك تصلي، نفسك مسدودة تخدم، عرفان زهقان فاقد الرغبة. الله لم يعطنا روح الفشل، الله أعطانا روح الحب اللي تبقى من قلبك تريد أن تصنع الخير، اللي في قلبك يشتعل بأشواق مقدسة لمجد الله ولخلاص الناس. الجزء الأخير بيقول وروح النصح. في الترجمة مكتوبة the sound mind، العقل السليم، المخ النظيف، الفاهم الفاهم. دانيال كده في آخره بيقول والفاهمون يضيئون كضياء الجلد. لما بيتكلم عن الكتاب عن الروح القدس قال روح الحق متى جاء ذاك يعلمكم يذكركم بكل ما قلته منك يرشدكم. هيعلمك هيفهمك وهيفكرك، ولما تكون حيران حيرشدك تعمل ايه ازاي. مهم اول حكاية ديت، مش بس انا يكون عندي غيرة اني اخدم الرب وغيرة اني اكلم الناس عن المسيح. وياما ناس عندها غيرة فتروح تكلم الناس عن المسيح فتعصر الناس، تعصرها تقول له انت خاطئ ولو مت كده هتروح الجحيم وانا بحبك مش عايز تروح الجحيم، توب يلا واركع وسلم حياتك للمسيح. هيقول لك انت مالك رابح النفوس ايه حكيم حكيم. النو هاو حاجه غاليه قوي. ازاي النو هاو حاجه غاليه جدا جدا جدا. ممكن ما عندك فلوس كبيره قوي عشان تعمل مصنع عظيم بس انت وتشتري مكان بس ما تعرفش ازاي تشغله فتخسر الفلوس وتخسر كل حاجه لانك ما عرفتش ازاي
ازاي؟ ازاي تعملها؟ ابسط مثل يوضح لنا الفكره ديت. الناس بتتجوز عن حب، يا ما جوزنا الناس هنا حب، اقول له يا ابني بتحبها؟ يقول لي اه يا اسيس. بتحبيه يا بنت؟ اه بحبه يا اسيس. يعني عايزين نتجوزوا؟ عايزين نتجوز، ماشي. ونركعوا ونصلي لهم يتجوزوا، يطلعوا شهر عسل ويرجعوا معسلين على الاخر. سنتين ثلاثه ويقولنا العسل خلص والبصل طلع. اتنين قلنا مره قالوا يا سيس احنا كنا بنستغرب قوي على المؤمنين اللي بيتخانقوا. واحد ازاي يعني احنا؟ قلت له وبعدين؟ قالوا احنا طول النهار دلوقتي بنتخانق مش طايقين بعض. ايوه حبيبي. ليه؟ بتحبها؟ بحبها، عندي الرغبه، وراجل كامل وفي الفلوس، الفلوس موجوده والحب موجود والسعاده مش موجوده، وبالتالي الحب كمان بعد شويه بقى مش موجود. ليه؟ روح النصح ساوند مايند. تعملها ازاي؟ تعمليه ازاي؟ ايه مبادئ العلاقه الزوجيه؟ هو في مبادئ؟ هو في كل حاجه ليها مبادئ؟ اه كل حاجه ليها مبادئ، كل حاجه ليها قوانين. واذا ما احترمتش القانون، القانون ما بيحترمكش، صح؟ اذا انت ما احترمتش قانون الجاذبيه، زي اللي قلت انا يا جماعه انا خفيف قوي، مش باين طبعا، لكن افترض انك خفيف جدا فقررت انك تطير، فرميت روحك من البلكونه، هتطير؟ عشان عندك الرغبه انك تطير، عشان حاسس انك خفيف، مش هتطير، هتقع وتموت. وبعدين شفت بقى، شفت الظلم؟ اني ظلم؟ انت ما احترمتش القانون بتاع الجاذبيه، انت ما احترمتش القانون. سام مايند، العقل الواعي المستنير، مستنيرة عيون أذهانكم لتعرفوا. مش كده كاتب المزمور يقول له فهمني علمني أنر عيني فأرى عجائب من شريعتك. أنا عايز أفهم طرقك، أنا عايز أفهم إزاي. بولس بيكتب لتلميذه بيقول له افهم ما اقول ليعطيك الرب فهما في كل شيء. يعني اذا القدره المواهب الروحيه والسلطان الروحي والقوه الروحيه والمعونه الداخليه وشجعتني قوه في نفسي مهمه جدا، بدونها ما تقدرش. الحب والاشواق المقدسه والدوافع النبيله مهمه جدا، ومن غيرها ما تقدرش. لكن كمان من غير النصح مش هتقدر، مش هتقدر. مش كده بيقول له انصحك وعلمك ارشدك الطريق الذي تسلكه. قل لي يا رب اعملها ازاي، قل لي اعامل زوجتي ازاي، قل لي اعامل اولادي، قل لي اربي اولادي ازاي. اغلبنا لما اتجوز خلف، الغالبيه قليله ما خلفوش، خلف وربوا عياله. قريت حاجه قبل ما تربي عيالي؟ مش محتاج انا اب. ايوه مين جعلك اب؟ خلفت اهو والواد بيقول لي بابا، انا بقيت اب. ماشي، وانت هتربي بنتك ازاي؟ انا ام، ده انا حملتها في بطني 9 اشهر وارضعتها من فزه كبدي ومش عارف ايه. انا ام، انا بالسليقه ام. كويس، انت بالسليقه ام وبالسليقه اب، ربيت عيالك ازاي؟ في السيمينار الأخير وإحنا بندرس مبادئ تربية الأطفال، الأهالي الموجودين بيلطموا، إحنا شوهنا عيالنا يا أسيس، إحنا بهدلناهم. ليه؟ مش أنا معرفتش. أنت أب، أنت عايز، أنت تريد، أنت بتحب، وعندك المصاري وعندك الإمكانية، لكن ازاي؟ مهمة زي بالظبط القدرة والحب. ازاي؟ ازاي اعملها صح؟ ازاي اعبر عن الحب؟ ازاي اوصل الحقيقة؟
ازاي ما عاقبش ابني اربيه؟ هو في فرق، فرق السماء من الارض بين العقاب والتاديب. لما تعاقب ابنك تدمره، ولما تؤدب ابنك تربيه. الكلمتين يشبهوا بعض بس في الواقع ما لهمش اي علاقه ببعض. الاباء يدمرون اولادهم لانهم يعاقبونهم، بينما الكتاب لم يستخدم مره واحده عاقب ابنك، كل مرات قال ادب ابنك او قال ربي ابنك، عمره ما قال عاقب. في السيمينار لتربيه الاولاد واحد رفع ايده قال لي، قال الكتاب بيقول كده ادب ابنك بعصا من حديد. قلت له الايه دي مش موجوده. قال لي موجوده يا سي. قلت له مش موجوده، اهو الكتاب. قال لي هجيبها لك. راح ما رجعش لانها مش موجوده. تخيل ان الايه دي مش موجوده، ايه اللي مش موجود فيها؟ الحديد. في ادب ابنك بعصا بس مش من حديد. الحديد دليل القسوه والعنف والشده والغيظ. ادب ابنك بعصا المحبه والرأفه. في قوانين ربنا حطها انا محتاجه اتعلمها، محتاج مستنيره عيون اذهاننا عشان نفهم الكتالوج الالهي ده. ازاي اتعامل مع ربنا؟ ازاي ربنا يشفيني؟ ازاي اتعامل مع شريك حياتي؟ ازاي اتعامل مع اولادي؟ ازاي اتعامل مع المجتمع؟ ازاي اتعامل مع العمل؟ ازاي اتعامل مع السياسه؟ كل دي مبادئ موجوده، موجوده وانا محتاج افهمها. ازاي اكرز بالانجيل؟ ازاي انادي الانجيل؟ اقول للناس ايه واقول لهم ايه امتى وما اقول لهمش امتى؟ لا تلقوا درركم قدام الخنازير. انت مش قلت لنا ننادي بالانجيل في وقت مناسب وغير ايه؟ لا تلقوا درركم قدام الخنازير دي. ايوه، عشان بيقول لازم تبقوا فاهمين الموضوع مش مجرد بنادي وبس، بكرز وبس. لا 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 لا، الفهم، الحكمة المشهورة. قصة أختم بيها حكاها برادر أندو في كتابه رغم المستحيل. في بداية حياته بعد معرفته بالمسيح كان بيشتغل في مصنع، وغيرته انه يكلم الناس عن المسيح ابتدى يكلم العمال اللي معاه، وابتدت الناس واحد ورا الثاني يقبل المسيح وحياتهم تتغير. كان في موظفه هناك بنت لعوب جدا، لعوب على الاخر، ملهاش في ربنا وما تطقش الحاجات الدينيه والبتاع دوت، وعايشه حياتها بالطول وبالعرض وبالورب كمان. وهو نفسه يكلمها وما فيش فرصة خالص انه يكلمها لانها مش مدياله فرصة يكلمها عن المسيح. بيقول في يوم خرجت بره ومعايا عجلتي، عارفين في هولندا العجل وسيلة مواصلات رئيسية جدا، خرج على عجلتي والدنيا بتمطر، وبعدين لقيتها واقفة ومش عارفة تروح. فجت قالت لي ممكن توصلني؟ قلت لها اه. قلت في نفسي فرصة، هتروح فين؟ تركب ورايا العجلة وحدي هولم لها، مش هسيبها، فرصتي. هي اللي ركبت معايا، ركبت العجله وانا سايق. ابتديت بقى اصلي، رب اديني نعمه وحكمه عشان اشهد لها عنك. وبيقول الروح القدس جوا قال لي ما تقولش حاجه، ما تتكلمش، مش هتيجي تاني، دي فرصتي يا رب، مش ما تقولش حاجه خالص. فقعدنا نتكلم عن المطر وعن الجو بتاع لغايه لما وصلتها. روحت دخلت اوضتها، قفلت على روحها وقعدت تعيط وسلمت حياتها للمسيح. عارفين ليه؟ قالت لي روح اكلم الناس كلها عن المسيح الا انا، هو انا للدرجه دي مفيش فيا امل؟ فسلمت حياتها للمسيح خوفا على نفسها، واحسن تكون ما عندهاش امل. ورجعت تاني يوم تحكي له، فبيقول لاني ما كلمتهاش جت للمسيح. لو كنت كلمتها، قالت له انا كنت هنط من على عجله، انا كنت متوقعه وقلت لو كلمني هنط من على عجله وهطين عيشته. لم يعطنا روح الفجر، روح القوة والمحبة والنصر. زي ما إن قدرتي ما تكفيش، زي ما إن أشواقي ما تكفيش، مخي ما يكفيش، ما يكفيش. أنا محتاج لمسة روحك، أنا محتاج لمسة روح. اسمحوا لي نقف مع بعض. أدعوك وأدعوكي النهاردة في ذكرى هذا اليوم،
إذا كان الفشل تسرب إلى قلبك، إذا كان الخوف تسرب إلى قلبك، إذا كنت قلت لروحك أنا مش قادر، أنا مش نافع، مش أنا، ليك هذه الرسالة. الله لم يعطيك روح الفشل، الله وهبنا في المسيح روحه، روح القوة، روح الحب، روح النصح. استقبل الروح المعزي باراكليتوس، استقبل روح الحق، استقبل روح القوة، استقبل روح الحب، استقبل الكومبو الإلهي ده. هأصر بضعفي، هأعترف بفتور قلبي وبأنه أشواقي ضعيفة، إرادتي ضعيفة، مش قادر أغفر، مش قادر أحب، مش قادر أتحنن على الناس اللي حولي، لكن جاي أستقبل روحك يا رب في قلبي لتضرم الموهبة التي في، اضرم النار المقدسة في يا رب، انفخ في، انفخ في جمرتي يا سيدي الرب النهاردة. قول معايا، أنا محتاج لمسة روحك، أنا محتاج لمسة روحك، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي فشلان انفخ في، أنا جاي أسان جدد في مرة تانية، روح الأمل، روح الرجاء، روح القوة والمحبة والنصح. أنا عايز الأيام دي أتشدد وأتشجع، أنا عايز الأيام دي أجاهد من أجل إنجيل المسيح، أنا عايز الأيام دي أستخدم بقوة لمجد الله، أنا عايز الأيام دي أكون جندي صالح ليسوع المسيح. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على خوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، روح المعزي، روح القوة، روح المحبة، روح النصر. يمشون ولا يتعبون، يركضون ولا يعيون، يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. قول تاني، قول تاني معي، أنا محتاج لمسة روحك يا روح الله، هب علي يا روح الله، انفخ فيا يا روح الله، تعالى علي، أنا محتاج، أنا محتاج، أنا محتاج في ضعفي، في عجزي، في برودي،
في جهلي، في ضياعي، في خبتي، تعالى 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 تعالى. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. النهاردة أنتهر كل روح فشل وخوف وخزي وخجل ويأس من قلبي. النهاردة أقول نحن قادرون عليها، نحن قادرون عليها. أيدتك وعنتك وعضت بيمين بري، أنا الممسك بيمينك. امسك يميني، امسك يميني، امسك يميني أيها القدير. كن أنت عوني حيثما أسير. شددني الأيام الجاية أجري وأقفز كالأيائل على المرتفعات. واملأ قلبي يا رب أشواق حقيقية من الحب، حب ليك كل الناس. لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ ربي إلهي يبني ناري، ربي إلهي يبني ناري ويصنع you.
احنا بنعبد الله بعطيانا عندي شويه اعلانات مهمه ارجو انكم تصغوا اليها كويس قوي. في ورقه صغيره كده مكتوب عليها كده مش هتصدق الخبر عشان ما تحترش وتلف كتير، هتتفرج على كاس العالم مع اصحابك في قصر الدباره. احنا هنذيع كم هائل من الماتشات للي ما عندوش اشتراكات ومش هيدفع وما عندوش فلوس يدفع حاجات كتيره وما عندوش شاشات كبيره، فاحنا هيكون في الساحه الخارجيه عندنا، والمواعيد بتاعه الماتشات اللي هتتذاع دي بدايه من الاسبوع اللي جاي، ده الاسبوع اللي جاي صح، الخميس اللي جاي حفل الافتتاح هيكون مذاع هنا، تقدر تدعو اصدقائك واصحابك وتيجي تستمتع معانا هنا، وفي دعاوي في طريق خروجنا للماتشات ديت. احنا بنحتفل بالحاجات دي بطريقتنا، ففي يعني في الهاف تايم كده مش هنجيب المعلقين بيعلقوا على الماتش، هنجيب لعيبه يحكوا ازاي ربنا غير حياتهم وازاي ربنا وجدوا فيه ضلتهم المنشوده، وانه الغنى والشهره والمجد مش هو السعاده، السعاده الحقيقيه اني اعرف ربنا واعيش معاه. اعلان تاني مهم قوي ان احنا رجعنا لخدمه التوظيف مساهمه مننا في البطاله، قصدي في حل مشكله البطاله. ناس كتير قوي بتدور على عمل، احنا عايزين نعمل ماتشنج، فكل اصحاب الشركات واللي معانا على التلفزيون بيتفرجوا علينا واللي موجودين هنا، لو عايز اي وظيفه خاليه عندك فضي وظيفه وابعت لنا، فاهم يعني، حط عماله زائده، ما جراش حاجه اليومين دول، وظف ناس شغلهم يساعدوك في العمل، من فضلك ابعت لنا عشان يكون عندنا داتا بالمطلوب. واحنا ابتدينا نعمل زي سيفيهات للناس عشان تيجي وتقدم على الوظائف الخاليه ونساعد الناس انها تجد عمل وتجد وظيفه مناسبه لامكانياتها. الخدمه دي رجعت مره ثانيه بعد توقف 3 سنين الثوره والاحداث اللي كان صعب جدا نقدر نعمل فيها كده، دلوقتي احنا محتاجين اكتر من اي وقت فات. الخدمه دي مجانا وبدون اي رسوم، بس ارجو تعاملوا الناس اللي هيساعدوكوا بلطف وبمحبه. عشان نريحك اخترنا يومين، واحد الصبح والتاني بالليل، الثلاث من 1 لـ4 والاربع من 6 لـ9. من 1 لـ4 دي اللي هي الصبح، مكتوب عندي من 1 لـ4، خليها الثلاثة ماشي، من 1 لـ3 الثلاث، والاربع من 6 لـ9. وفي موبايلات والمكتب الازرق اللي هنا اللي جنب الكانتين القديم هيكون في المكتب موجود لاستقبال الطلبات ديت. وارجو ان رجال اعمال واصحاب الوظائف اللي بيسمعونا يساعدونا في ان هم يبعتوا لنا احتياجاتهم عشان نقدر نساعد الناس اللي بتدور على وظيفه. بكره اجتماع الصلاه في ميعاده الساعه 7 مساء، منتجات وادي النطرون في طريق خروجنا، معهد تدريب القاده بالشرق الاوسط في لقاء بعنوان الانطلاق الروحي، الاشتراك 30 جنيه والاستمارات موجوده في طريق خروجنا. خدمه الطفل بتعلن عن الكرنفال السنوي للاطفال الفتره من 22 و 23 يونيو، دروس روحيه واشغال ورياضه، الاستعلام بمكتب خدمه الطفل. النهارده اخر ميعاد في خدمه الطفل الحجز في برنامج رياضه وبطوله الكيدز جيمز للاطفال، الحجز بمكتب برضو خدمه الطفل. فبرنامج رياضه وطفوله والكرنفال السنوي من فضلكم لاولادكم احجزوا لهم اماكنهم. عندنا حفيد لراعي الاسيس بيوح هنا ولا لا؟ ما جاش؟ ده حفيده ما جاش؟ متاكدين؟ طيب ماشي. عندنا ليلي صح؟ ليلي؟ ليلي ليلي اول مره اشوفها كده، مش هي مش ليلى يعني، ليلي صح؟ ليلي هاني اسحاق، هاني خادم عندنا هو اللي ماسك المكتبه عندنا، فدي بنته، ممكن العيله تطلع هنا قدام عشان نحتفل بيها كلنا واحنا بنعمدها. قسيس سامح. عندنا ضيف النهارده عزيز وشريك في الثوره من ساعه الثوره وهو معانا، انا ناسي اسمه، الشيخ عماد صح، الشيخ عماد ممكن تقف عشان عايزين نحييك كلنا، ومعانا النهارده غالبا هو جاي يحتفل في الميدان فعدى على بيته وعلى مطرحه. اهلا بيك خطوه عزيزه، مبسوطين بوجودك معانا يا شيخ عماد، اهلا وسهلا.
ليلي ولا ليلي؟ ليلي. ها يا ليلي مش ليلي. حسي ليلي دي تشاينيز شوية. احنا في المعمودية بناخد العهود على الـ parents او الاهالي بتاعت الطفل اللي بيتعمد قدام الكنيسة، فاحنا هناخد عليهم العهود. ادعوكم كلنا نقف واحنا بناخد العهود عليهم، وبعدين بنصلي لهم ونصلي للي. طبعا شفتوا معموديات قبل كده مش كده؟ الاجابة نعم. هل قبلتم المسيح مخلصا شخصيا لحياتكم؟ هل تؤمن ان كلمة ان الانجيل هو كلمة الله المعصومة هي دستور لحياتكم؟ هل تتعهد أمام الله وأمام الكنيسة أن تربوا ليلي في مخافة ربنا وتعلموها عن محبته وعن صلاحه وعن رحمته؟ سقف صح دي يا ليلي. هل تتعهد أمام الله أنك تكون نموذج عن أب صالح بيحب بنته وبيأدبها مش بيعاقبها؟ وإنت هل تتعهد أن أنتوا تتفرجوا على مدرسة المسيح تربية الأبناء؟ أمين. خلينا كلنا نصلي ونمد إيدينا على الطفلة الجميلة دي. يا رب إحنا بنشكرك من أجل بنتك، عمل إيديك يا رب، صنعت يديك، دي بنتك المحبوبة الغالية يا رب. النهاردة إحنا جاية وهي بتتحد بيك في المعمودية يا رب، إحنا بنصلي إنك تحط إيدك عليها بالبركة وبالمسحة، تملأها بالروح القدس يا رب، املأها بالروح القدس وديها تنمو في النعمة والقامة والحكمة كيسوع المسيح يا رب. احنا بنصلي يا رب كل آلة صورت ضدها يا رب لا تنجح، ضد نفسيتها، ضد جسدها، ضد روحها، لا تنجح باسم المسيح. ايدك على ابنك وبنتك يا رب، تملاهم من حكمتك وهم بيربوها الايام اللي جايه باسم المسيح يا رب. ليك كل المجد، امين. أعمدك يا ليلي باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. تفضلوا استريح. الشيخ عماد عنده كلمة تهنئة لينا، جاي يهنينا بالمناسبة الرائعة دي. تحياتي لكم جميعا، وأنا في سعادة غامرة أن أكون بينكم في هذه اللحظات الجميلة في دار العبادة التي هي جزء من كيان كل إنسان على أرض هذا الوطن الغالي العزيز. وأقدم للمصريين جميعا التهنئة، ولكم خاصة التهنئة بقدوم العائلة المقدسة إلى مصر، وأن مصر تحتفل بقدوم العائلة المقدسة في شهر 6. فأقدم لكم وللمصريين جميعا التهنئة الغالية الخالصة من القلب المقدسة بقداسة العائلة المقدسة التي دخلت على الأرض المقدسة، فأرض مصر مقدسة لدخول العائلة المقدسة. مصر في عين الله سبحانه وتعالى بلد الأديان السماوية، مصر الحضارة التي تجمع بين الحضارة الفرعونية القديمة وبين الحضارة القبطية وبين الحضارة الإسلامية، هذه هي هوية مصر. فترد هذه الحضارات الثلاث القوية على كل متربص ومتآمر بهذا البلد الغالي. شكرا.
وأتم الله فرحتنا جميعا في هذا في هذه الأيام المقدسة التي تقاربت مع الانتخاب للرئيس الجديد، وتوازت مع هذه المناسبة السعيدة الغالية. فحقق الله لنا في هذه الأيام المباركة انتخاب الرئيس الجديد، واختار الشعب المصري بإرادته رجلاً عزيزاً على مصر يحب هذا التراب ويعرف قيمة مصر. فتحية للسيد الرئيس. وإننا في الكنيسة والمسجد نصلي من أجل مصر، وندعو الله أن يباركها وأن يبارك شعبها، كما جاء في الإنجيل: مبارك شعب مصر، وكما جاء في القرآن الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فإننا في هذه المرحلة لابد أن نقف مع هذا الرجل وأن نساعده وأن نعمل، فلقد دقت ساعة العمل. فمصر تحتاج إلى الأيادي العاملة والقلوب الخالصة، أيادي عاملة وقلب خالص حي وضمير حي من أجل هذا البلد الغالي. وإن مصر تحتاج إلى العمل والعلم معا، فالقوى التي حولنا من دول العالم التي تنظر إلى مصر وتنتظر مصر، منها الحاقد ومنها المحب، ولكننا نحب الجميع، هكذا تعلمنا في الأديان. والمسيحية هي دين المحبة، والإسلام هو دين السلام، فتعلمنا أن نحب الناس وأن نسالم مع الجميع، لكننا لابد أن نثبت وجودنا. فالتوازن للقوى في هذه المرحلة أن نثبت مكانتنا بأن نحسن العمل وبأن نحسن الأداء في صنعتنا. كل إنسان في مهنته يخلص لهذا الوطن ويخلص لهذا الشعب من أجل أن ينهض بهذا الوطن. كل واحد منا لا يحقر من شأنه ولا يحقر من عمله، كل فرد من أبناء هذا الوطن وخصوصا المرأة. فتحية للمرأة المصرية، تحية كبيرة للمرأة المصرية، تحية كبيرة للمرأة المصرية التي المرأة المصرية التي أثبتت وجودها والتي شدت من عزائم الرجال إلى لجان الانتخاب، فلقد سابقت وسارعت في كل الاستحقاقات السابقة، ووقفت في الطابور وتحملت المشاق والمتاعب. والأم، تحية للأم والجدة، تحية للأم والجدة التي ضربت المثل في التحمل وحب الوطن، حب الوطن من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن هذا المشهد نباهي به الدنيا كلها، إن هذا المشهد يقطع الألسنة التي تتوغل في حق مصر أو تتحدث عن مصر بالقيل والقال. إن هذا المشهد يقطع كل هذه الألسنة، وهي دعوة للشباب. إذا خرجت المرأة بهذه الكثافة، وإذا خرج الأب والجد والجدة بهذه الكثافة، فالشباب عليهم أن يتعلموا وأن يخرجوا للعمل وأن يقفوا مع مصر. فمصر الآن جريحة وتحتاج إلى أبنائها أن يلملموا جراحها. إن لملمة الجراح بأن نضع أيدينا في أيدي بعض، كل واحد منا يضع يده في يد أخيه من أجل أن تكون هناك في على أرض مصر يد تعلم ويد تزرع ويد تصنع ويد تبني، هكذا. وتعلمنا في الكتب المقدسة: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها فإمكاناتنا للعمل الخلاق. هكذا كتب في الكتب المقدسة أن الإنسان لابد أن يثمر في الأرض وينتج، وأن يخضع الأرض له لأن الله سخرها له،
وأن يعمرها وأن يكثرها وأن يملأها بالبنين والبنات. أنتم خلقتم للعمل الخلاق للدنيا كلها. العالم كله ينتظر مصر، وستعود مصر، وها هي اليوم في عيد عظيم. عاد الناس من كل الدول الإفريقية والأوروبية، وخصوصا بلاد العرب. عادت مصر إلى أحضان العرب، وعاد العرب إلى أحضان مصر. فهذا شأن عظيم ينبغي علينا أن نفخر به وأن نستكمل المشوار، ولا نقف عند قولنا إن أجدادنا كانوا عظماء. نعم كانوا عظماء، لكن لابد أن نثبت أننا أيضا عظماء. لا نقف عند عظمتهم فقط ولا نعمل. إن الفتى الذي لا يقول كان أبي، ولكن الفتى الذي يقول ها أنا ذا أثبت وجودي. إن الفتى، ونقصد بالفتى الرجل والمرأة، فليس الفتى الولد فقط، إنما ذكر ذلك على التغليب، لكن المرأة والرجل هم الذين يثبتون على مدار الأيام والتاريخ وجودهم. مع استنادهم للماضي أيضا يثبتون الحاضر بالعمل والجد والبناء. صلواتنا ودعواتنا لمصر ولشعبها الكريم وللعالم كله، ونحيي بابا الفاتيكان على دخوله الأرض المقدسة ورعايته للرئيس الفلسطيني، ورعايته أيضا القائم بأعمال إسرائيل، حيث جمعهم في الفاتيكان منذ أيام وكان محفل كبير. هكذا تعود الأديان إلى مكانتها لتجمع القلوب المتفرقة، هكذا تعود المقدسات، وتعود الشعائر والقوى الناعمة هي التي أيضا تؤثر التأثير الكبير في بناء هذه الأوطان وفي رد العدوان. والقوى الناعمة التي أغفلت على مدار السنوات الماضية عادت، وعاد الفاتيكان، وعاد الأزهر، وعادت مصر. فتحية للأزهر والكنيسة، وشكرا لكم، وشكرا لكم. ممكن نقف مع بعض ونختم بالصلاة الربانية مع الأسيس سامح ومال البركة الرسولية. اسمعنا يا أبانا واحنا ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي منك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد، آمين.